جعفر العمدة نجحته قوي في اول جزء، نجاح غير طبيعي يعني في الوطن العربي كله. هو مفيش الا جزء، ما انا عارفه. ما المفروض بقى ان انتوا كنتوا هتعملوا الجزء الثاني. ليه اخترت ان انت تعمل نعمة الافوكاتو وما تعملش جعفر العمدة؟ بصراحه انا ما اخترتش ان انا اعمل نعمل افوكاتو وما اعملش جعفر العمدة، ده ما حصلش. انا كنت هعمل نعمة الافوكاتو 15 حلقه وهعمل مسلسل ثاني 30 حلقه. تمام. فكرة جعفر العمدة الجزء الثاني دي كانت فكرة محمد السعدي، وانا كنت رافضها وبشدة. محمد سعدي المنتج ومحمد رمضان كمان كان رافضها وبشدة. ليه؟ انا اتناقشت انا ورمضان في ده، قلت له وجهة نظري بصراحة، قال لي انت ايه رأيك؟ قلت له والله انا رأيي اني انا نجحت خلاص هنا. خلي هنا على جنب بقى، خلي حاجة في تاريخي وحاجة في تاريخك وحاجة في تاريخنا كلنا حلوة على جنب. وإحنا مثلا لما كنا عملنا الأسطورة، الأسطورة نجح نجاح هائل ساعتها طبعا، اتعرض علينا وقال يا جماعة ما تعملوا جزء تاني رغم أنه كان مات. ويشوفوا صرفة ما بيعملوا في المسلسلات التركي. قلت ساعتها ما ربنا يدينا الصحة ونعمل تاني ونعمل حاجات تانية وننجح في أكتر من حاجة. يعني استاذ عادل امام اللي بنضرب بيه المثل، ما هو عمل 6000 حاجه غير بعض وحافظ على النجاح ما شاء الله كام سنه. فليه اقعد اعيد في الحاجه كلها اجزاء تكرار كده؟ مع احترام للي بيعملوا ده، هم احرار بس انا مش بحب ده. ف محمد رمضان لقيته عنده نفس وجهه النظر برضه، ويخشى من افساد نجاح الجزء الاول. ليه؟ طيب ما هو هيقارن، ليه نعمل مقارنه؟ نعمل عمل تاني بشخصيات تانيه بحاجات تانيه. قعد سعدي، قعدنا نتناقش في الموضوع، وخدت فعلا انا ومهاب تجربه وكتبت 17 حلقه. فعلا كتبت 17 حلقه من الجزء الثاني من جعفر العمده. كتبت 17 حلقه. كانوا حلوين؟ ما حبيتهوش. لا ما حسيتش ان انت بتحس بالحاجه. ما حبيتهوش.